السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم نهار جديد وفيديو جديد اللي كنصوره لكم من عند الصديقه ديالي اللي كنعرفها تقريبا منين جيت لكندا. كنقول لك شكرا شكرا حبيبتي بزاف على العزومه، بنت الدار الكبيره، شكرا لك حبيبتي بزاف بزاف، الله يخلي لك وليداتك. وكذلك كنبغي نشكر الاخوات، الاخت صباح اللي عندها يعني الصفحه ديالها على الفيسبوك، ما شاء الله عليها، هي اللي مصايبه هاد الحلويات هذه، صراحه زوينين يعني في الشوفه وكذلك في المذاق، ما شاء الله عليها. يعني اللي بغى يعني الرابط ديالها على الفيسبوك ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. وكذلك كنبغي نشكر اخت دنيا، حبيبتي الله يخلي لك وليداتك، وتشرفت تشرفت بزاف بزاف بالمعرفه ديالكم. وكذلك الاخت زينه، كنقول لك شكرا بزاف بزاف زينه، والله يخطيك حبيبتي والله يخلي لك البنيه ديالك. وكذلك الاخت سعاد، الاخت سعاد اللي ما شاء الله عليها، امراه طيبه طيبه بزاف 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 وحنينه بزاف، بنت مدينة الرباط، وصدقات أنها كتعرف العائلة ديالي يعني عائلة التومة. وكنقول لكم البنات كاملين شكرا شكرا بزاف بزاف لكم على العشية اللي دوزنا زوينة بزاف، ونخليكم متتبعين ديالي تشوفوا الفلوغ أو هاد العشية اللي دوزنا زوينة وهنتوما معايا. والبنات هذا هو الكيك اللي فاجأتني به الصديقة ديالي،
اللي صراحة ما عرفت اشنو غادي نقول لها. الحاجة الوحيدة اللي غادي نقول لك اكرمك الله حبيبتي، والهلي يخطيك، والله يفرحك بوليداتك يا ربي، وان شاء الله ربي يقدرني ونرجع لك ولو شيء بسيط من هذا الشيء اللي درتي معايا، ولا من هذا لوجيس اللي درتي معايا اللي صراحة كيعني لي بزاف، واكيد غادي يبقى في الذاكرة. وشكرا شكرا لك بزاف بزاف بزاف، وغادي نتوحشكم بزاف البنات كاملين، وغادي نتوحش الجمعة ديالكم، وان شاء الله نشوفكم دائما على خير وبخير، وربي يجمعنا في شي ساعة ديال الخير يا رب. وهنايا كنقول الناس الجدد لأول مرة كتشوف القناة ديالي، فضلا وليس أمرا أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي تعليق زوينة أسفل الفيديو، وما تنساوش كذلك لي لايك. وكذلك كنقول الناس او المتتبعين ديالي اللي دائما كيدعموني وكيدعموا وي ام، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، ولا يخطيكم عليا، ونتلاقاو خوتي في فيديو قادم باذن الله، ودمتم في رعايه الله، ومع السلامه.